المقصيين والمقصيات من خارج السلم، نظرا لما يعاني منه من حيف وخلق لما يمكن نسميه بنوع من التمييز داخل الجسم التعليمي، نظرا كذلك المكانة التي يحتلها هؤلاء، خاصة إذا ما تحدثنا عن أسير التعليم الابتدائي وأسير التعليم الإعدادي، نظرا للمكانة التربوية والمكانة الهامة في المدرسة العمومية، إلا أنه على مستوى الأجور نجد هناك تمييزا وحيفا يطال هؤلاء. لذلك نحن لا يسعنا إلا أن ندعم مطالبهم هذه ونعتبرها مطالب مشروعة، وندعو الوزارة الوصية والحكومة كذلك إلى المسارعة للاستجابة الفورية لمطالبهم. بل أكثر من ذلك، مطلبنا وهو زيادة وتحسين وضعية نساء ورجال التعليم عامة، وعلى رأسهم طبعا ضحايا هذه ضحايا هؤلاء المقصيين من خارج السلم. وفي نهاية المطاف الجمع بين جميع نساء ورجال التعليم، وتعميم ليس بالمعنى تعميم على مستوى نظام أساسي واحد، ولكن على مستوى الأجور وإعادة الاعتبار لهم. وكذلك نعلن بهذه المناسبة عن حضورنا الدائم وعن دعمنا القوي لكل المحطات النضالية التي ستقدم عليها التنسيقية الوطنية، بما فيها معركة 29 مارس بشوارع الرباط. دمتم للنضال، ودامت تنسيقيتكم وفية وجامعة وقوية، وإنها طبعا لمعركة حتى النصر. نعطي الكلمة الآن لممثل